حضرتك تعرف عليهم اكتر؟ احنا عندنا ان شاء الله فريق عمل مقسوم لجزئين، لدرجه الفريق المسؤول عن الدكتور بيتروجوزس خاصه البكتيريا والفيروسات او الامراض السريه عموما، هنستخدم فيه بيسيلامينت فايروس او سيلمنت سايكلا في الديتكشن او الدياجنوزس للبكتيريا الستريم بالذات اللي موجوده سواء على مستوى الجاتس او موجوده على مستوى العدوى الخلية أو العدوى الانفكشن. فده الجزء الأساسي عندهم، وهم يعني اكسبرت في قصة الفئات البكتيريا وتحضيرها والميديا. الجزء التكميلي اللي هيضم هو النوكلر كاركترايزيشن أو الجينيتكس أو الانفكشن للبكتيريا الستريم بتاعتها. تمام، يعني احنا معانا النهارده قدرتين في الهيئة. معانا قدرتين، معنى المعمل ده مشترك. وبنقوم بجزء ده، الجزء الخاص بالاسماء، معانا اسماء دراسه تمام، معانا برضه المعمل بتاعنا الجزء الاساسي بتاع الكيمستري بتاع الوتر اللي لا ينفصل ولا يعني يتجزا عن المعمل. ليه؟ لان الانسان اللي عايش في بيئه معينه، فاحنا بناخد البارامترز دي نستخدم كله ان شاء الله، كله كيمي متخصص وفي ناس اقصر خبره مننا بكتير في الجزئيه دي. فاحنا بنحتاج القياسات البيئيه بتاعت الوتر كيمستري في كانفايرمنت اللي عايش بتاع الايه؟ الوتر كيمستري او الجزء الاناتيك اناليسيس. طبعا كل الناس يعني عندهم شغف ان يجي المعمل يشتغل، مفيش حد ما عندوش شغف، وحفي ناس حضر التريننج معانا وشاف الكلام ده، ومش صعب او مشكله موضوع الوتر كاركترايزيشن. هو كل الموضوع ده فيه بعض البرنسبلز بسيطة، باك جراوند في التاريخ بسيطة بس مش معقد، والناس كلها يعني حديدة أوير للشغل، مفيش فيها أي مشكلة. الناس أوريدي متدربة، عندنا أسماء دراسة تمام، وعندنا الشباب اللي أنا في كلية كيمياء وحيوان، تخصص بعمل ماجستير تبع عين النساء الوراثية. بتشتغلي على إيه بالظبط في المعمل؟ بشتغل هنا كأسماك كبصمة وراثية، دي اللي هي باركودنج للفيشز، طبعا التدريب تحت إشراف الدكتور محمد. ما شاء الله، يعني هي شغوفة في الجزء ده ان شاء الله. يعني قلت ان هي اكتر حد بيشتغل في موضوع البصمه الوراثيه عشان بس تخصصها، لكن ده مش مانع ان بقيه الناس يكملوا بعض في التقارير. يعني تقاريرنا كلها هتبقى شبه موحده، لان في النهايه هتبقى في داتا بيز ليها علاقه بالبكتيريا ستريمز بتاعت الامراض وتقسيم الاسماك، وهيبقى لنا داتا بيز خاصه بينا والجينيتك ريسورسز بتاعتنا مصادر التنوع الطبيعي بتاعت السلك اللي عندنا. يعني هي اي عينه انتوا بتاخدوها من المواقع دي الفريق كله بيكتمل تحليلها سواء من الاداره البكتيريه او البوس ولا ممكن نشترك فيها؟ مفيش مشكله، ممكن اي حد يكمل التاني، لان يعني في الاساس البيزك واحد. هو الاختلاف في التطبيق، يعني الوكر كاركترايزيشن او البروسيجرز او الميثود واحد، الاختلاف ممكن في الماتيريال والميثود حاجات بسيطه، لكن البرنسبل واحد من اول عايز دي منين لغايه مرحله البي سي ار. احنا واقفين هنا لغايه مرحله البي سي ار، وبعد كده بنبعت العينات يا اما بره يجي لنا في جامعات متخصصه هنا في مصر او مراكز او وحدات متخصصه. وهدفنا ان يبقى عندنا داتا بيز اللي قلت في المقال الاول تبقى شامله الجينيتك ريسورسز بتاعتنا، مصادر التنوع الوراثي بتاعتنا. يعني ده بيتماشى مع الرؤيه بتاعت البايو دايفرستي او التنوع الوراثي اللي الامم المتحده مسؤوله عنها او الجهات الامميه اللي مسؤوله عن الجزء ده. مهم جدا في جيني ريسورسز بتاعتنا ليها ابعاد اقتصاديه وابعاد علاقه بالامراض وحاجات علاقه اتكلمنا عنها كلها المره اللي فاتت. احنا ان شاء الله النهارده عندنا في مجموعه عينات اسماك هنشتغل فيها عزل، مش هتفرق بس بقى هم انديفيجوالز كده، ده مش فاهم المهم ان الناس ممكن تغطي بعضها. الناس بتغطي بعضها عادي في الشغل، مش معنى البيطريه ما يشتغلش مع الاسماك، بيساعدوا بعض. العينات دي متاخده من انهي موقع بالظبط؟ عندنا احنا الماكس وخدنا كام مجموعة؟ خدنا سبع عينات من منطقة الماكس في اسكندرية، من ضمنهم يعني دينيس وشاروش وبطاطا ودراك وكل الموقع كان بناء على ايه؟ هو تحديد الموقع بناء ان احنا رحنا المكتب الموجود في الفرع المنيا التنميه وتوجهنا للرصيف او المينا بتاعت الايه؟ الماكس، على اساس ان السمك خارج من المركب تمام، بحيث ان نقدر ان احنا ايه؟
ناخد سمك فريش تمام ومعانا خدنا من الصيادين على المركب. وطبعا احنا الجزء ده هيبقى مرتبط قوي قوي بشغل الفود سكيورتي ان شاء الله نتكلم عنه في اللقاءات الجايه. احنا عندنا سيناريوز مينلي هو مبني على تقييم المركزي وده جزء من الاجزاء التقنيه الخاصه بينا في التقنيه قبل الصلاه. تحليل المعدة بتاعنا هيبقى خاص بايه بالظبط؟ هناخد مجموعة أسئلة في موضوع الدين وهنعمل بيها دي ان ايه. النهارده طبعا مش هنكتب معايا الوقت اللي احنا ندخل السيارات بس هيبقى الجزء الاولاني اللي انا وبعد كده الاكسبتيشن دي وبعد كده نشيك على الكواليتي بتاعته ونقف عند الخطوة دي ونكمل ايه الجزء البي سي ار ان شاء الله. قبل بقى ما نبدا بتحليل العينه نتعرف على الفريق كده الاسامي والتخصصات. جديدة أنا معايا مجدد رمضان زراعية بشتغل في تحاليل المياه. بتاع أحمد كلاهي. ماشي. إيمان مجدد رمضان زراعية برضه تحليل مية من اللابتوب. مية عضوية ومية بيولوجية. اسمها اتعرفنا عليكي. اسمها أحمد طبيبة بطارية. دكتورة منى طعم منى وكيل طبيبة بطارية. دكتورة زينب بيقول لهم طبيبة بطارية. أنا حسام السيد في البيطري بعمل ماجستير في علوم الكيمياء. استفدت منه ولا لا؟ الدكتور محمد يعني بصراحة شاطر كويس جدا الحمد لله. هو يعني بيجرب الشاطر ده طبعا اسمع من زمان يعني. لا بس بعد الدكتور محمد والتطوير بتاع البي سي ار ده حاجة جديدة بصراحة يعني. ده هما الخير والبركة. طبعا لأن ده تطوير سريع يعني هو يعني اكشن سريع بدل ما احنا كنا بنعزل ونحضن وناخد وقت عبال ما نشوف الميكروب ايه ده بيبقى اسرع. الاول كنتوا بتعملوا ايه قبل ما المعمل يكون متشاور ولا كان في احنا بناخد الميكروب مثلا نروح المزرعه ناخد الميكروب من السمكه نعزله نحطه على الميديا نحضنه في الحضانه وبعدين نطلع نعمل عليه باي كيميكال تيست ونشوف الحاجات نشوف بقى الايدنتيفيكيشن بتاع الميكروب ايه. يعني عايز اعرف الفرق دلوقتي معمل الاجهزه الحديثه ده اسرع ده انا بالاكشن ده اسهل واسرع. طبعا طبعا اصلا امراض بس صح؟ يعني الكشف عن الامراض فقط ولا تحليل امراض اخرى؟ لا لا هو الكشف عن الامراض بس. بس هنتكلم النهارده بقى على العينه نبدا نحلل ولا احنا هنعزل الدي ان ايه طبقا للريسيرش المعروفه يعني بنعتمد على شغلنا على الفرص اللي هي الاقليميه. وبما ان ده معمل تقليدي فممكن النسب نفسها يتم تطويرها او ان النسب نفسها يتم تجربه ويشوف كل كفايتها. فالمعمل نتيجه ان كل شغل الابلكيشنز والاب في جهه التسليم المصري كده فالماتيريال نسب متاحه للناس بنطبعها وبنستخدم نطبقها ونبدأ مع الوصف عشان تبقى ده ريفرنس بتاعك مش ريفرنس من خلال خبره مثلا او لا من خلال التطبيق لازم خلال التطبيق او من خلال ريفرنس معتمد ريفرنس علمي معروف. فاحنا النهارده هنعزل مين ومين والدكاتره حضروا معايا موضوع العزل ده على مستوى الدكتور على مستوى السمك الفلوق بس في مرتفع في الايه؟ في الماتيريال كلام بس انت البيزك او البيزك الواحد فان شاء الله نبتدي مع بعض. هو الشباب دلوقتي احنا حاطين العينه بتاعتنا في اكياس في ديب فريزر ناقص 25 تمام. هناخد من منطقه قبل منطقه الديل. طب اظهر لنا بس العينات عينه كده بالاسامي دي معلش السمك طبعا نتيجه للتجميل ده سمك البطاطا تمام. هناخد جزء من الفن او ممكن من المصل ممكن من الجاتس تفضل انها تبقى فريش طبعا لكن احنا لو افترضنا ان احنا احتفظنا بيها خلاص 25 كيف نقعد بيها شهر او حاجه والميسود نفسها هي اللي هتطلع لنا الكميه او الكثافه بتاعت دي ان ايه وان شاء الله يعني حضرتك بتفضل ان احنا اول ما نسحب العينه نبتدي تحليلها مباشره يفضل يفضل طبعا بدل ما تحتفظ بالثلاجه لفتره يفضل انها تبقى تمام فريش طبعا بس هي اقصى متفاوتة حسب درجة التجميل بس يعني طبعا كل ما كان أسرع يعني شهر أسبوع أفضل من شهر يوم أفضل من ثلاثة أيام إلى آخره تمام. فإحنا هنجيب العينات دلوقتي قبل ما دي أول حاجة العينات التانية حتى بالأكياس كده بس بالأكياس ممكن نطلع العينات كده ده سمك اللي هو سمك إحنا بنسميه باغة بس بحر متوسط باغة ده كلهم من نفس المنطقة من نفس المنطقة الإبادة صحيح؟ ايه تاني؟
الدراك. ده الدراك. ده الدراك الأولانية دي. ده الدراك. انت لخبطت بين الدراك وبين حاجة تانية. دي سمكة دينيس. دينيس ولا مطلع صوتها عليها؟ أروس أنا آسف. أروس. هي والدراك إحنا مسكين. أمال البطاطا دي إيه؟ البطاطا اللي هي لونها في جزء أصفر. اللي فيها جزء أصفر. يعني مش اللي مكتوب على البطاطا. تمام. تمام. هي عشان التجميد مش شايفين الألوان كويس واضحة. تمام تمام تمام. طيب اول حاجه بقى تبتدوا تعملوها للتحليل ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ هناخد جزء من الفن. تمام. وبعد ما ناخد جزء هنبتدي نحطه في الابندورف دي ونحط عليه البفر. احنا اوريدي البفر بتاعنا موجود هنا جوه اللامينه. ده ابن نوف. دي ابن نوف دي اللي هنحط فيها البفر. بس بنرقم العينات بتاعتنا بنعملها اندكس وبعد كده ممكن في اللاب بوك نكتب الاندكس ده بينوم عندنا. عندنا شيت عاملينه للكلام ده مجرد كود بس. يعني دي بتحط فيها عينات حاجات بتعزلوها. بنحط فيها البفر بتاع العزل. البفر العزل ده بيبقى عباره عن حاجه اسمها اس دي اس اديتر وريك سوديوم والفاينل بتاعه بيبقى حاجه اسمها بروتينيس كي. وبعد كده بنعمل لها ميكس طحن بالبسل ده. والكود ده حضرتك بتحطه عشان هي كل حاجه ليها غرض معين. كود عشان نفرق بس بين العينات. لو عايز افرق لو عندي مجموعه اسماك يبقى كل سمكه ليها كده. لكن كل واحده هتبقى سمكه معينه. برقم. فاحنا هناخد من في الابن دورف دي ناخد فور سامبلز للشباب عشان يوروا الناس بس الطريقه ازاي والتكنيك ازاي. تمام. ده البسل بتاعنا. كل ابن دورف نحط واحده نسيب الشباب حد من الشباب تاني. ممكن نقرب من البنش بقى. هو طبعا المفروض ان في البنش مش هيبقى مثلا 10 شغالين بس هو في 2 شغالين مثلا. عشان البنش بتاعها ضيق شويه عشان ما يبقاش فيه كونتامينيشن. ممكن بس تقربوا بقى من البنش كده حشرات. و انا هاخد جزء من العينه اهو. الشباب حقيقي هنوزع عليهم. خليني انا الجزار هقطع حته من الفن اهو. غالبا بالخبره يعني دي بتبقى حوالي من 100 ل 100 مللي 100 مايكرو جرام او 80 مايكرو جرام بالغالب. احنا بنسيب العينه بعد كده في الهضم على حاجه اسمها سيرمال بلوك. السيرمال بلوك ده بتبقى اوفر يعني سيبها اوفر نايت لغايه لما يحصل دايجيشن للايه للسيلز ويبتدي الدي ان ايه يخرج ويبتدي الانزيمز تشتغل زي البروتينيز كين. يعني حضرتك ما بتحللش على طول تقصد بتسيبها شويه؟ بسيبها طبعا فتره من الوقت يحصل تكسير الخلايا ونخش في مرحله اسمها دي بروتينيزيشن. بس ده في اليوم الثاني بننزع البروتينات كامله اللي ممكن تكون تاثر على البيوريتي بتاع الدي ان ايه ويبقى لنا نيوكليك اسيد فري من البروتينز. وهنتعرف على الكيميكالز اللي بتعمل دي بروتينيزيشن في الفيديو ده دلوقتي برضو. تمام. احنا انا هاخد عينه اهو تقريبا يعني نخليها عشان ابن دورف يكفي البفر. فبناخد حوالي 80 ل 100 مللي جرام. ايوه هنحطهم هنا بعد اذنكم كده كل واحد يحطها بتاعته اهو. كنت احطها نضيفها ونحطها هنا بقى كده على الراك. نحطها في الراك اللي معاه فايل تاني شباب. طبعا معلش بقى استحملونا في الريحه هو ده هيبقى عيب الشغل ده. مفيش مشكله يعني اللي جعان بعد كده يشوف ان شاء الله. مين معاه؟ في حد معاه فايل كمان؟ معاكي فايل يا شباب؟ اللي هم ثلاثه بس. ثلاثه بس؟ احنا ناقصنا واحده. نحطها هنا كده اهو.
احنا طبعا الشباب اتدربوا على الجزئيه دي كلهم، بس انا عشان خاطر الديمو يبقى واضح قدام يعني الناس، يعني كل واحد بيقدر ان هو يقطع بالموس كده طبعا عادي، التكنيك مش عادي خالص، وعارفين قد ايه اللي يقطع، عارفين قد ايه هنحط البسل في كل واحده من دول. تمام، وهنجيب البفر بتاعنا نحطه. ايوه، حد تاني ما ملعبش، هم اربعه. هنقرب بس الراك مني شويه كده، ممكن نشيل بقى اسهل العينه عشان يبقى البنش فاضي. استاذنكم في الفريزه. ايوه، و هنستخدم الاديب اسمها مايكرو بايبيت. احنا هناخد تقريبا البايبيت دي حوالي دي من 100,000، احنا هناخد حوالي مثلا 70 او 60 مايكرو لتر من البفر بتاعنا. ده البفر ده بيحصل له بريبيرنج طبقا للماتيريال الميثود اللي احنا اللي هي المنشوره قبل كده ومعروفه، احنا جربناها، وبعد ما بنجربها بنشوف اذا كانت ادتنا نتيجه جيده ولا لا، ونكتب عليها اكسبت، وتبقى دي الميثود اللي احنا متفقين عليها في المعمل المشتغل بيها. تمام. احنا طبعا الشباب عارف الحاجات دي كلها، عارف ان دي احنا بنسميها البايبيت، بلو بايبيت دي او التبس الزرقاء، اسف التبس الزرقاء. التبس الزرقاء دي بتاخد معايا لغايه 1000 مايكروليتر، احنا كنا بناخد في حدود مثلا 200 او 500 مايكروليتر ممكن. تمام، ناخد 500 مايكروليتر من البفر بتاعنا. يعني دي زي الاداه اللي بتسحب بيها المزرقاء، هي ما بيسمهاش بالعربي بس يعني ايه، هي بايبيت، تعتبر اوتوماتيك، مش يعني ما هي زي البايبيت اللي هي ليها بامب من فوق بسحب بيها الازاز. دي مايكرو بايبيت. انا هاخد 500 مايكروليتر من البفر، لازم يبقى البفر ده اتعقم قبل كده في الاوتوكلاف، والشباب هياخد كل واحد فيهم عينه هيبتدي يتحرك دلوقتي. طبعا احنا بس ما بنخليش الابندورف حد يمسك عينه يبتدي يطحن، نشوف بس كده الاول بعد ما اتحطت عليها الماده قد ايه. هناخد برضو 500 مايكروليتر اهو، ده البفر اللي انا قلت لحضراتكم عليه. ممكن نضيف لو التشو هارد شويه، ممكن نضيف ازاز متعقم بس بيبقى صغير، يعني بيبقى كده حصل له يعني بنجيب انابيب ازاز صغيره كده ونكسرها بحيث انها تبقى صغننه خالص ودقيقه خالص وندخلها الاوتوكلاف. حد الشباب بيطلع يرد دي نطحن فيها. تعالوا هنا كده كلكم عشان تبنوا شغالين. زينب هلا بنرمي التبس كده. عايزين بقى حضراتكم زي ما اتعرفنا قبل كده تقيت حنا. عمليه تحميد بقى. انا طبعا عايز ادي لبقيه الشباب زي ما حضر معايا التريننج، بس معلش قولي البس العباده ايه؟ هي عباره عن ايه بقى العمليه دي؟ العمليه دي احنا انا اسف هنقولها بالعاميه، احنا بنهري التشو بحيث انه يبقى سوفت خالص ومكسره، بحيث ان احنا نساعد الديترجنت اللي استخدمناه انها تعمل لايسيت. هي تعمل سيل لايسيت، يعني تحلل السيل وول، السيل ميمبرين بتاع تخليه مثلا قبل ما تاخد تحلل لا تبقى التشو انا اسف اتهرى خالص وبات. ميكانيكال ديجريديشن، بيعمل مرحله ميكانيكال ديجريديشن تمام لغايه لما التشو في ايه الماده اللي حضرتك حطيتها على العينه دي، هي بتعمل كده. ده بفر كامل. بفر كامل، في ديترجنت حاجات زي الاس دي اس، في اديتر، في كوريت صوديوم عندنا بيستخدم برضه صوت، وفي عندنا ميكانيكي هنحطه بس في مرحله الهضم. اول ما نبتدي نعمل ايه؟ انكيوبيشن للعينه تتهضم فيها. هيبتدي الميكشر ده كله يشتغل مع بعضه، والسيلايسيت الخليه يبتدي بقى يحصل طبقتين، طبقه فيها الدبرس وطبقه فيها الايه؟ الاكوس فيس كده، جزء مائي موجود فيه النيكليك اسيد بتاعي دي انه غلط. الطبقه دي طبعا ما بتبانش الا بعد ما بتاخد حوالي نقول اليوم كله. اشمعنى اليوم كله؟ نسيبها اوفر نايت، لان دي ميه عايزين نزود التركيز بتاعه، يبقى اليلد بتاعه عالي، او الحاصل اللي احنا بناخده منه المحصول يبقى كميه كبيره. يعني كل ما قعدت وقت كبير وهي طبعا بتبقى على درجه حراره معقوله، وهم الشباب عارفين الكلام ده. فاكرين حضرتك احنا لما بنحط في الانكيوبيشن بيريد بتقعد
الريزلت على السي تي بحيث ان ايه دي الاوبتيمال تمبريتشر بتاعت الكنيسكي ان هو كان يشتغل. الكنيسكي ده انزيم هيكسر الهيستونس اللي دي ان ايه لافف عليها، بتبقى دول اجزاء بروتينيه صغننه خالص بيبقى لافف عليها دي ان ايه، فاحنا بنحاول نتخلص من ايه حتى من البروتينوسوم ده. الكنيسكي قوي هيخلصنا من البروتين ويكسرها، تمام تمام. فعملية التكسير بتاع التينسكي او كانزايم تقريبا عملية التحميل، ممكن على حسب التشو، كل ما كان سوفت هيوجب معانا البفر ناس، لكن كل ما كان هارد بنضطر ان احنا نستخدم طبعا ما عندناش هوموجايزر. جبنا ريد الطوال هنا اهو معانا لا ازاز كسرناه، واحد بقى من خبرته مجرب الكلام ده مع حاجات غلط. ازاي هيعمل ايه بقى؟ الازاز طبعا ده بيبقى صغير جدا وبيبتدي شكل طعم بقى ايه كده، يروح داخل فين؟ هيبتدي يفرقع السيل ميمبرين بتاع الخليه نتيجه لعمليه الايه؟ الطحن. فده ميكانيكال ديجريديشن، يعني طحن ميكانيكال. يخرج معايا ايه؟ يعني دي طريقه ثانيه للطحن كده؟ دي طريقه ثانيه لو التشو بتاعتي هارد او انا عايز اخلص بسرعه. في حاجه اسمها هوموجايزر صغنن كده بيبقى فيه بلت حديد او معدن تتحط مع البفر والعينه ويبتدي يعمل لها ايه؟ شيكينج عنيف، بحيث ان البلتس المعدن دي تخبط في الخلايا وديني. انا كل اللي انا عايزه ان انا اخرج ديني بره، انا عايز اوصل للمرحله دي، وهنشوف شكله في النهايه فاينل كده في مرحله عزلنا قبل كده عينه. فالمفروض ان هما يعني ممكن يتصل بالدفتر شيرم كله. احنا هنضيف ايه؟ هنضيف بفر فين؟ اللي العينه بتاعته البفر شيلها او خرجت بره، نخلي بالنا زي المره اللي فاتت ان احنا البفر ما يخرجش من هنا بره على قد ما تقدروا يعني. ولو خرج انتوا عارفين هنحط بفر فين؟ نحط شويه بفر فين؟ طيب احنا نقرب كده بس في اسمها نشوف كده بس مع بعض. يبقى المنظر ده كده ايه؟ يبقى التشو على قد ما قدرنا ايه؟ طبعا ده عشان ده ميكانيكا يعني جديد طبعا مختلف جديد كل واحد من فين؟ ده في جلد سكين. طبعا السكين احنا اعطيناه السكين بس ما عندناش، هو السكين هيبقى في خلايا برضه مش هتفرق. بس هو يعني عشان كده صعب ان هو صعب طحن، صعب طحن مش مصر فيها جزء جلد. هو احنا طبعا عشان كده الطحن بس الجزئيه اللي فيها هو جايزر وفر علينا الوقت ده. يعني هو جاي في طلبيه معمل شويه حاجات ادفانس اضفناها، تمام، جاي لنا في طلبيه ده جهاز صغير كده يعمل هو عمليه الميكانيكال ديجريديشن، يعني لا يعمل ميكانيكال ديجريديشن بس تكسير بدل يدوي يعني. وبعد كده نخش على الهيت لوك. احنا دلوقتي البفر موجود معانا، هنحط عليه بقى ناقصنا حاجه واحده. ايه هي؟ نحط ايه اصلا؟ حاجه واحده ناقصنا، حاجه واحده مفيش غيرها. ايوه حطينا البفر، بعد كده بحط البروتينسكي عشان خاطر يكسر الانزيمات اللي موجوده، يعني اللي موجوده في الخليه الخليه بتاعتي. يعني عشان يعني البروتينات بالنسبه لي هنا كشوائب ما ينفعش تبقى موجوده في وجود الدي ان ايه، فانا لازم ارص الدي ان ايه، لازم ارص بالبروتين. دي اول خطوه ان انا بعملها خالص، بكسر الخليه. هتعملي ديكوتنايزيشن وبعد كده نرص الدي ان ايه. احنا هناخد العينات بس هنشيل بس كده في كام واحده ما اعرفش؟ هم اربعه. اتفضل شوف انا اسف. يعني احنا على قد ما نقدر بنحاول ان احنا ايه ما نعملش كونتامينيشن في المكان بتاعنا، في السوفت تيشو بيبقى موجود معانا دايما. هنشوف البفر مغطي العينه اهو. هنعمل طبعا بعد كده المرحله دي نعمل فورتكس، دي محتاجه شويه بفر. محتاجه شويه بفر يا دكتور؟ طبعا. هناخد الايه؟ البفر تقريبا شرب كل التيشو المصل، شرب كل البفر، فبنحط 500 مايكرو لتر. تمام؟ في عينه ناقصه ولا كده؟ انا
ان شاء الله المعمل يتطالب عندنا سيت باي بيت اكتر من ده عشان لو في انتوا طلبتوا بادوات تانية جديدة؟ طلبنا سيت باي بيت اكتر من ده وطلبنا الهوموجايزر اللي هو هيعمل الشغل. طبعا استخدموها مرة ما استخدمش. لا خلاص دي بعد كده بتتغسل بديترجنت مية وصابون وبعد كده تنشف وتتمسح بالكحول. لا بتستخدموها يعني وممكن مش مشكلة. وممكن نعقمها نحطها بس حتى البفرز كل ده بيبقى متعقم يعني حتى احنا اشتغلنا دلوقتي النهارده لو حاجه من فتحت على البنش دي من اكش سترايك مش معقم لان تخش الاوتوكلاف وايه مش عارف انا شغال جوه اللامينر بوضع تاني بس انا بس جوه اللامينر انا مش 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 هبهدل اللامينر بالعزل الميكانيكي ممكن اشتغل مرحله الاسم. طيب دلوقتي الخطوه اللي بعد كده الخطوه اللي بعد كده ايه؟ هنعمل شيكنج العينه استخدمت كل انواع الفورتكس كل واحد ياخد العينه على الفورتكس بتاعته مش تمام فدي برضه محتاجه برضه تانيه بس نخلي كل ال لا كده تمام مش مش احنا طبعا استاذن حضراتكم بقى تعمل لها فورتكس ممكن حد يتطوع ويعمل فورتكس ليهم كلهم مثلا اهو حد يتطوع الفورتكس ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن موتور بيعمل شيكنج وفي هيد هنا فوق اهي هتعمل زقزقات للعينه بحيث ان يحصل لها ميكسنج. طبعا احنا على قد ما نقدر ما نحاولش نعمل فورتكس كتير عشان لو في نيوكليك اسيد او دي ان ايه ما يتكسرش. هي مجرد بس يبقى في ميكسنج للعينه. زي الخلاط كده يعني؟ هو موتور خلاط فعلا. هو موتور خلاط فعلا احنا ممكن ننتج حاجه زي كده بس يعني ما اعرفش اذا كان في مصانع متخصصه الكلام ده ولا لا بس احنا يعني ممكن تحطيها مده قد ايه تقريبا العينه على ال يبقى منتج محلي يعني. مش مده معينه هي اهم حاجه ان يبقى في ميكس اعمل ميكسنج بس بتعرفي منين يعني اللي اتعمل الميكس ده شكل العينه نفسها ولا ايه؟ بتبقى هوموجايز بتبقى يعني اختلطت ببعضها بتبقى متجانسه مع بعضها طبعا هو المرحله دي الانزيم احنا حاطينه في الفريزر عشان طبعا انتوا عارفين حضراتكم احنا لو خرجناه بره هو سنسيتيف للايه؟ للحراره والايه والجو ده الانزيم اللي هيعزل بقى موضوع ان انا ادخل واخرج الانزيم كل شويه بايه؟ بيبوظ الكفاءه بتاعته بقلل كفاءته فاحنا عايزين ان احنا نضيفه وقت ما من ايه؟ ما السيرمال بلوك وقت ما تبتدي تستخدمه بالظبط احنا هنعمل ايه بعد كده شويه هنعمل دايجيشن هنظبط السيرما بلوك على كام 60 او 65 مناسبه ودي هي دي درجه الحراره اللي بتخلي الانزيم يشتغل وفي نفس الوقت هو هيبقى ده درجه الحراره اللي وسط وفي نفس الوقت دي بتعمل ايه ما يتاثرش احنا كده ظبطنا ده سيرما بلوك عباره عن بلوك معدن سبيكه تكتسب الحراره تمام وبعد كده توزعها على الايه؟ الابن دوف بشكل كل درجه الحراره تبقى متساويه. زي سخان كده يعني؟ زي سخان بالظبط. حوض فيه حوض جوه تحت هنا تمام وفي هيتر بيسخن في درجه الحراره توزع بشكل متجانس تمام على الايه؟ على الابن دوف بتاعي. يقعد قد ايه تقريبا السخان؟ بيقعد في السخان ده هنقعد اوفر نايت واجي تاني يوم لو لقيت ان العينه فاصله طبقتين طبقه تحت خلايا متفتته وطبقه بتبقى ايه من فوق سيبين سوبر سوبر ليتنت وعندنا بيت بعد كده اسماء هنجيب البروتينيز كيم من الثلاجه من الثلاجه يعني دي مش هتشتغلوها دلوقتي لا احنا هنشتغل نسيبها بقى لحد نسيبها اوفر نايت احنا ظبطناها 65 اهو
وبعد كده بندوس على البطن الكبير ده يبقى يبتدي الجلد يشتغل. فاحنا بس مستنيين الايه بروتينسكي يخرج ونروح ضايفينه على الايه على العينات بتاعتنا. نستأذن حضراتكم تيجوا كل واحد هيضيف بقى جزء من العينه. نستأذن برضه هندخله بسرعه ان شاء الله. ممكن حضراتكم عارفين ان احنا ايه حلينا كميه منه معينه ميه نبتدي ايه؟ هي طبعا انتوا فاكرين ان انا قلت لحضراتكم ممكن نضيفه او ما نضيفوش؟ ممكن بس ده متوقف على ايه؟ على المس بتاعت العسل. لو انا عندي التشو ده قديم قوي وانا مش هعرف اطلع منه كميه دي كبيره فممكن اساعد نفسي بالايه؟ بالنسكي. لكن لو هو فريش وممكن يعني ان هو مكلف شويه بس بيدي بيوريتي عالي. بيوريتي ايه؟ ابتدى يفك اهو معانا اهو. ممكن استاذن حضرتك ان هي تجيب الصفرا. طيب بس اللي هي الميتين الثانية دي دي في ايدي دي كبيرة شوية دي اللي هي الألف دي اللي هي من نص العشرة ودي من 55 يعني هنستخدم من 55 مايكرو. هبص حضرتك هو فك اهو نلحق بسرعة ايه ناخد منه. ها انتوا عارفين حضرتك احنا بنعمل بسرعه ليه؟ لان هو بيتاثر ليه؟ بالضوء والحراره. استاذن حضرتك ده ايه كل واحد يجي يسحب يسحب عينيه مش عارف هي مش هتطول معانا كده. ها تمام يعني بالراحه كده تدخلها ممكن استاذنك بعدين ناخد شويه اسابيع هنا في الواقع انا بقول لحضرتك في انبوبه اسمها عند حضرتك جوه في الفريزر مكتوب عليها اسم زي دي بس بس على جهه انا اشوف على الورقه عادي انا نمسح هنمسح بس ايه طرف البايبيت الجزء البلاستيك ده عشان هيخش جوه البايب انا مش عايزه ايه يلوثني الايه معقم يعني يبقى معقم يعني على قد التعقيم سطحي ده طبعا ونروح ايه ناخد الايه من عينه كده والراحه هناخد حوالي 20 مايكرو ليتر اهو ونضيفهم بره كده استأذن برضه نمسكها ونحط بإيدك كده طبعا حضرتك شايفين احنا ما لمسناش البايبيت ده الايرن دوف عشان ما نعملش كونتامينيشن للايه؟ للستوك الاصلي بره كده كده لمس بقى الايه تضغط جامد لما تلمس لو لمس ايفن دورف هنرميها وايه وناخد واحده ثانيه للعينه اللي وراها اللي عليه الدور بقى هي ايه الفكره يا دكتور انها ما تلمسش بس عشان ما تعملش كونتامينيشن ما تلوثش السورس بتاع الفلسكي نلمس الانزور مش مشكلة هذا الحياة بس تحت مش مشكلة رضي فيها الرب منها عين في العيش دي عادي خلاص مش مشكلة طبعا حساسية الإيد دي بتزيد مع الشغل مش فيها مشكلة حاجة
هنرمي برضو الترس لانها لمست الجزئين. مين معانا؟ اسحبي قد ايه اسحب؟ معلش ان شاء الله نجيب راكس قريب، نجيب راكات عشان التبس الزرقاء والصفراء. عملية الهضم اهو هنقفل عليها، وكل شويه فاكرين بقى بنعمل ايه؟ نعمل ميكسنج كل شويه نعمل كده. التايم بتاعنا مفتوح تمام، يعني ما حسبناش حتى اوفر نايت لان احنا كده سايبينه. يعني اوفر نايت يبقى من 12 مثلا ل 12 ايه تاني يوم او 11 تمام. ممكن اقل من كده زي ما احنا شوية، بس ده على حسب الايه. يعني مش مدة معينة، يعني لو قلنا اوفر نايت يبقى اوفر نايت، لو قلنا 12 ساعة 12 ساعة 16 ساعة 16 ساعة اقل حاجة. ده بس عشان نزود الهيت، لكن انا ممكن في خلال فاكرة عملناها في تلت ساعة، عملناها في تلت ساعة او نص ساعة. نص ساعة بس ادي هيت دي ان ايه؟ ضعيف شوية. ضعيف شوية. انتوا عارفين حاجة واحدة سنة، زي ما قلنا البكتيريا في المرة اللي فاتت. قلنا هنسيبها فترة طويلة ايه؟ تاني يوم ايه؟ الاجراءات دي بتتم يا دكتور يعني في اي غرض للتحليل، يعني سواء امراض او بصمه بالظبط. البيزك ده البيزك بتاع العسل، ويبقى فيه ديترجنت بتاعنا، في سولتس معانا، في انزيمز، في بفر بيتحط ممكن على ثيرمال بلوك على ووتر باث، وبيتحط في انكيبيتورز، بيتحط في انكيبيتور انكيبيتور عادي، بيتحط في انكيبيتور الناس بتضيع حاجه 65 سيلو عادي مش مشكله. طيب المفترض بقى الطبيعي بعد ما يمر عدد الساعات المطلوبه للعينه ايه اللي بيتم بعد كده؟ بعد كده بقى بنعزل ديني، نبتدي نعمل مرحله الديبروتونيزيشن. لا ننزل البروتينات الاول، فينا الكلوروفورم الاول احطه عشان احط الليروسول للبروتينات. بعد كده بعمل له سنترفيجيشن، بيحصل لي بيخليهم لي ثلاث طبقات، تحت طبعا بيبقى الكلوروفورم، الطبقه اللي في النص طبعا بتبقى بروتين، الطبقه اللي فوق هي اللي انا باخدها. بعد كده بحط لها ايزو بروبانول عشان خاطر
ان انا بقى ارصد منها الدي ان ايه. فدي مرحلة اللي اسمها دي بورتوريزيشن. احنا يبقى عندنا في اورجانيك وصلتوا للنتيجة النهائية. في اورجانيك فيس وبعد كده عندنا اكواس ايه؟ اكواس فيس. اللي اكواس فيس ده اللي احنا عايزينه. في طبقة في النص صغيرة بتبقى ايه؟ البروتينز. الليبيدز ممكن. تمام؟ احنا بناخد الاكواس فيس ده هو اللي فيه نيوكليك اسيد. ممكن نستخدم الار ان ايز بس الار ان ايز مش موجود معانا. انها تخلص من الار ان اي ويبقى الايه؟ الدي ان اي بيبقى شكله في النهايه ايه؟ يعني بنسيب ده اوفر لاين عادي كده هنيجي تاني يوم. الدي ان اي بيبقى شكله ايه بقى؟ كم مايك ليتر يا شباب؟ البروتينيز كام؟ ناخد كام؟ ناخد 10 تقريبا. ناخد 10 او 20 تقريبا. ناخد 10 مايك ليتر او 20 مايك ليتر. هو تركيزه معروف واحنا حليناه في بفر او ميه وبعد كده بنبتدي نسحبه. هو في الفريزر. هو تقريبا في الازاز عندك يا اسماء انبوبه ازاز كبيره مكتوب عليها بروتينيز كي. انت حضرتك احنا حلينا البروتينيز كي ده مع بعض هنا لو حد فاكر. احنا حليناه على الميزان من اول تقريبا. ايوه تهي كانت معانا صح؟ كنت معانا مش كده؟ حتى اختلفنا في الوزن حاول الانبوبه الازازي اسمع استاذني. هي ده اللي ربنا يطلعه. طبعا هو ناقصه مرحله احنا بنشيك عليه على حاجه اسمها اجر الشكل. تمام؟ دي مرحله يعني. بس ده مش هنعرف نشوفها دلوقتي. مستنيه دي مين لما يخرج. مظبوط. اللي فوق ده كله اسمه ايزوبروفانول احنا محتفظين بيه فيه وده النيوكليك اسيد بتاعنا. من خلال العينه دي بقى بتتعرف على ايه بقى؟ هي طبعا ده توتال دي ان ايه. توتال جينوميك. احنا اللي هنعمله ان احنا بنستخدم برايمرز. طبعا عملناها سيس في شركه بره في شركه وبنستخدم البرايمرز بتاعتنا دي في ايه؟ في التعريف الايدنتيفيكيشن. دي تعتبر يعني بيبقى ليها كود مثلا او رقم وبتعرفه العينه دي. بيبقى هو تتابع نيوكليك اسيد بيبقى داخل في مرحله الايه؟ البي سي ار. والشباب عارفين الكلام ده خدوه نظري حتى في الكليات يعني في الاندر جراد مش غريب بالنسبه لهم يعني. هو المعمل ده روتين وورك يعني المعمل بتاعنا ده روتين وورك معتاد ممكن اي جهه تعمله لو عندها تطبيق معين يعني. هي الفكره في انا هطبقه في ايه؟ يعني البرايمر ده متخصص لتعريف الباركود جين بتاع الاسماء يونيفرسال. تمام؟ وبيعرف منطقه معينه. بعد ما بتوصلوا بقى المرحله دي في مثلا داتا بيز او قاعده بيانات بتتعمل. لا بنودي العينه الاول يتعمل لها سيكونسنج. بعد السيكونسنج يحصل لها ديكودنج الشفره نبتدي نقارن الشفره اللي موجوده دي باللي اوريدي ايه؟ ريكوردد او المتسجل في الداتا بيز. في الاخر خالص بنعمل ريبورت بدرجه اللي بنسميها فايلوجينيتك تري اناليسيس او دراسات الايه؟ القرابه والايه؟ والايفوليوشن او التطور. فطبعا احنا في النهايه بنوصل لمرحله هو ايه بالظبط؟ انه نوع يعني البولتي انه ستريم من البولتي. تمام؟ والطعم متسجل في القاعده. وصلوا برضه لمواصفاته ايه مثلا؟ معروف بقى هو منشاه ايه او جاي منين لو مكتوب في الريبورت. المتسجل قبل كده. طبعا هو بيتسمر يعني تقول له حط الايه؟ محتاجة هنا حد يوديني اقفل هنا كويس ان احنا عندنا ناقص 25 والله. في ناس في معامل تانية تحط الديب فريزر عادي يعني. هو المعمل ستارت كويس جدا. قرب عشان الصوت يبان قرب. جايزر بس محتاجين ايه؟ ومحتاجين تولز وسيتس جديدة. محتاجين برضو يعني وكيتس عشان خاطر يعني يبقى معانا حاجات تقضي يعني اللي معانا هيكفي لمده معينه وهيخلص. فاحنا محتاجين ان احنا كل حاجه كيتس وسوكس وباور زبطت محتار البرايمرز. برايمرز بقى للبكتيريات البرايمرز وطبعا جهاز السيكونسر لو المعمل ده هيبقى بروميسنج يبقى ايزو للباركو جينز تعريف الاسماك بهدف الفود سيفتي والفود سكيورتي انا اسف. وكمان احنا عندنا جزئيه مهمه قوي الانفيسيف سبيشيز الكائنات الغازيه اللي هي بتيجي زي ما حضرتك قلت احنا كنا عرفنا الزهور فيها وموجوده على الموقع بتاع النت الاكسشن نمبر او مفتاح الكود بتاع النوع اللي احنا عرفناه هناك.
طبعا احنا محتاجين ماتيريالز، محتاجين سامبلينج اكتر، محتاجين ان احنا نشوف ايه مشاكل الكائنات الغازيه اللي ممكن تكون عامله لنا مشاكل، زي بلد ابو عامله مشاكل في الاسلوب بتاع السمك. طبعا ممكن بقى الشركات اللي تبقى تصدر اسمك كده تبدي تحلل. لو في قوانين مرتبطه بالموضوع ده طبعا هيبقى المعمل ده ليه فعال. لكن هو لسه دلوقتي مش متاح للجميع الزوار التانيين ان هم يعملوا تحليل لعينات الاسماك او كده. احنا جاهزين، بس لو ده هيتعمل له منظومه داخل الاماكن اللي هي محتاجه حاجه زي كده. هو المعمل من فترة مش بس قائم على الشغل الخاص بالمكان، هو احنا قلنا خدمات خارجيه. الخدمات الخارجيه دي عشان تتعمل بتحط لها استراتيجيه ونعرف مين الناس اللي في احتياج لحاجه زي كده. الناس اللي عايزه محتاجه، لو هي بتصدر وعايزه تعرف اسماك ممكن نعملها عندنا. مشكله من خلال واحد موجوده دلوقتي ولا بالظبط؟ لا من خلال ده احنا هنبعت العينه تتحلل بره، لان الجهاز سعره مكلف ورانا الكوست بتاعته كلها. لو احنا احتاجنا نعمل ايزو ليه علاقه بالباركود جي هنحتاج سبونسر اكيد، بس هيبقى جهاز طبعا سنتر، هيبقى ده معمل مركزي، مش هيبقى مجرد وحده جوه الهيئه، لا لازم يبقى له مسمى معمل مركزي يتارجت على المستوى ده، زي المعمل المركزي بتاع الاغذيه ومتبقيات المبيدات. فلو ده هيبقى معمل مركزي للباركو جينز. لكن انتوا شغلكم دلوقتي الحالي على عز عينات؟ على عز عينات وتعريف مصادر القولون الوسطى بتاعي او الكائنات الغازيه او الامراض. ممكن برضه عن طريق المعمل ان انا اتعرف على سلامه اغذيه بره، او يعني منتج مثلا معلب كسمك مثلا، قال لك مثلا ده تونه او قال لك دوت سلمون او كده، ممكن عن طريق ما هو ريتك ان انا اعمل عشان نعرف مين عايز، مين محتاج الكلام ده؟ اكيد في ناس كتير عايزه، بس احنا ما نعرفش القوانين اللي ليها علاقه بان احنا هنصدر سمك بتعريف البصمه الوراثيه ولا لا، هو اوريدي موجود بره. موجود بره في معامل في اوروبا وفي اماكن كتير. في ما بدليل ان هي في حاجه اسمها ايزو 17025 للباركوتشي، وفي معامل بره في اوروبا معتمده على كده، بتصنف بالذات الاسماك التجاريه الكبيره زي التونه. انه نوع تونه بالظبط اللي بيصدر، وتشترط اماكن هي دي النوع ده ولا لا. فالبصمه الوراثيه بتاعته هي اللي تكسب، هي اللي هتكسب. فطبعا متاح وافيلبل عندنا، بس اهم حاجه ان احنا خطوه السيكونسنج دي نعملها عشان يبقى عندنا داتا بيس كبيره نقدر نقارن بيها، ويبقى عندنا طبعا مصادرنا ان احنا لو هنصدرها او لو حاجه جايه لنا. حاجه هنا واحد بيقول لي ده زي يعني احنا ممكن المعمل يتم الاستعانه بيه مثلا لما يكون في شحنه اسماك بالظبط. واحد عايز احدد ستريم بوتي قابل هنعمل له استزراع مثلا، نوع معين ليه مواصفات معينه وكفاءه انتاجيه معينه، فانا عايز اعرف هل يا ترى ده مناسب، لو مناسب للبيئه بتاعتنا افترضنا جدلا، بس النوع بتاعه ايه؟ هو قال لنا ده نوع كذا، احنا عايزين نتاكد اذا كان هو ده النوع اللي هو بيقول عليه ولا لا، عشان احنا هناخد منه مثلا فيندرز مثلا منه ذريعه هنستخدمها يبقى احنا متاكدين. وعلى فكره التصنيف بيتم على اي ستيج مراحل السمك، اسماك احجام صغيره سمكه ذريعه او اسماك بالظبط، او سمكه احجامها كبيره، مش هتفرق البصمه الروسيه موجوده في الاسماك في المراحل عيني. طيب احنا نشكركم جدا يا جماعه وسعداء بكم، ان شاء الله احنا سعداء بالمقعده. احنا تطلبوا حاجه يعني اخيره بالنسبه للمعمل؟ احنا مطبقين او من الناس طبعا، احنا طبعا بنشيل دور الدكتور خالد، لان هو طبعا احنا اتكلمنا عن احنا هنأسس المعمل ده من خلال المنحه الكوميدي، هو كان شجعنا يعني وقال لنا ان احنا ننطلق في المشروع ده ومنتظرين يعني دعم اكتر، لان يعني هو السبورت بتاعنا، هو السبورت بتاعنا. احنا برضه احنا كنا محتاجين برضه مياه كيماويات عشان نستخدمها في العزل البكتيري، هتساعدنا كتير يعني في العزل المظبوط البكتيري. مش انتوا المفروض مقدمين يعني مقدمين بس الكلام ده احنا بقى لنا فتره، بس لسه برضه مش حاجه.
فده هيبقى الموضوع هيبقى بالنسبه لنا برضه يعني الحاجات اللي هتساعد يعني في العزل البكتيري. ترى ما تحب تقول حاجه؟ لا شكرا شكرا. نشكر الدكتور محمد لانه هو طبعا يعني هيفيد الشباب دول يعني كتير ان شاء الله. بتحب البركه الله يخليك يا اضافه مش احنا تيم ورك مش شخص واحد اللي بيشتغل. احنا مجرد نقل خبره بس فقط لا غير. اتمنى انها تكون معاهم والاحسن منها هم يكونوا فيها. شكرا جدا. شكرا.